وانت في السجن كانت الالحان جوه افكارك ولا الازمه نسيتك اي الحان او انغام داخل الوقت؟ لا، كنت دائما عندي احلام برا السجن، كل احلامي كانت برا السجن، وهذا خفف وطاه الارض علي، لانه احنا كنا على الارض، يعني ما كان في حتى كرتون ننام عليها، كنا على الارض 170 يوم مباشره على الارض. فكنت دائما احس بعد شويه انه جاي المنطقه كلها صارت مي من العرق، بحيث البنطلون والقميص صاروا مثل الخشب بعد فتره من كثر الاملاح اللي بالارض والعرق اللي فيها. فمن كنا نروح ناخذ دوش عندنا دقيقتين قبل ما يضربوا علينا الباب بحديد، نغسل احنا والملابس، يعني بدون ما احنا والملابس على طول تحت الدوش. انت بالهدوم؟ بالهدوم، وترجع مبلل وتدخل الى السجن بكل المي ينزل من كل جسمي، ومو بس اني، كنا بهالشكل. ايه الاغنيه اللي بتفكرك بالفتره دي نصير شمل؟ ما كان في اغنيه، بس كاني تاسست بشكل اخر في هذيك الفتره، كاني صرت واحد اخر، بحيث ضربه عودي اختلفت، يعني تسجيلاتي اللي هي قبل السجن وبعد السجن اللي يسمعها كناقد او كمحب للموسيقى فاهم راح يكتشف الفرق كبير بين الحلم وبين الواقع، بين الشفافيه وبين القسوه، كلها حاولت ان اخلص منها وان اسامح، حتى السجان، حتى اللي كان يضربنا، اللي ما يعرف يسامح ما يعرف يعيش حياته بعد، يظل عايش يعني بذيك المرحله. انت سامحت حتى؟ انا سامحت حتى صدام حسين، لانه اللي حتى اعيش حياتي وحتى اربح المستقبل كان لازم اعيش اسامح الكل، وما يكون في قلبي اي كره واي حقد لاي واحد كان سبب في هذه المشكله. رجل الدوري قال لي يا جماعه ده فنان وله صيت، وسمعت نور الشريف وعفوا عنك برضه بدون محاكمه، يعني لا كله مو عفى عنه، كان في خمسه ينقضوا حكم صدام، بس العراق مقسم خمس مناطق، واحد منهم بالجنوب اللي احنا تابعين له كمدينه. ثابت الدوري كتب لمسؤول الجنوب اللي اسمه عبد الغني عبد الغفور، وطلب انه هذا من عائله كذا، عائلة جيدة، عائلة سمعتهم معروفة على كذا، فطلب يعني إلغاء حكم الإعدام، فلغوا حكم الإعدام. احكي لي كده عن يوم ما عرفت إن الحكم اتلغى أو يوم خرجت. ما كنت عارف، أنا الصبح جاني الشرطي فتح لي من الكلبشة. إيه ده الكلبشة وأنت كل يوم كنت؟ بعد هاي 170 يوم من نقلوني لمدينتي، قالوا في شيء باللغة باللهجة العراقية يقول يعدم في مسقط رأسه، ينفذ حكم الإعدام في مسقط رأسه، يعني في ولادته. ليه على أساس بمدينته يعدم، كل واحد يعدم بمدينته حتى عشان يبقى عبرة عندهم هم أغراضهم. يعني بهذا الشيء فنقلوني إلى، بقيت 50 يوم. أول ما دخلت السجن دخلوني بسجن إعدامات ما كان فيه أكسجين، بقيت ثواني أقل من 45 ثانية أغمى علي، فالمساجين كانوا عارفيني لأنه كان في قناة واحدة بالعراق وعارفيني، يعني كل اثنين عندي برنامج موسيقي كان في بغداد في التلفزيون، فعارفيني كل الناس، فكسروا السجن وصار يضربوا إذا ما تطلعوا راح نهد السجن. فطلعوني خلوني بسجن الحرامية، وهاي كانت مكافأة عظيمة في وقتها. إيه؟ كان في سجن الحرامية كان أحسن شيء، أول مرة يعني هذا سجن جنائي، يعني هذا أول مرة أشوف فراش، أشوف مرتبة واحد ينام عليها، أو يعني حزين ده يعني ترقية ليك. مكافأة، هذا ترقية كانت. بقيت 50 يوم وبعدين صارت لي أزمة، نقلوني للمستشفى، فبالمستشفى كان يربطوني بالكلبشة، كان يربطوني بسلسلة طويلة بالسرير ويجي بالستة الصبح وبالستة العصر يفتح إيدي مرتين، أروح يعني أغسل أغير وكذا وأرجع. فجالك يوم جالي الشرطي بالليل قال لي الصبح احلق وتوضى، واحنا الصبح يعني ما عدنا حل طالعين. فكنت طالع على اساس يعني تنفيذ الحكم، وانا كنت اريد ينفذ الحكم لانه اهلي كانوا ناصبين عزاء، وكانوا يعني لها تبعات المساله، شاب صغير ويدخل في هالمعمعه هذه، كان يعني ناصب عزاء رسمي الوالده والاهل كلهم. بيومها طلعوني الصبح على اساس لتنفيذ الحكم، فاخذوا اتجاه ثاني. وين رايحين؟ قالوا نروح للمنظمه، منظمه يعني منظمه حزب البعث. قلت ليه نروح للمنظمه هناك ينفذوا الحكم؟ قال لي لا، بس اجتني اوامر نروح للمنظمه. رحنا لقيت شيء مثل السريالي، يعني مشهد سريالي ما انساه طول عمري، شخص معوج محدب، يعني ما عنده حدبه بس منحني كثير، وبيده سيجاره
وستة واقفين بهالشكل على أمامه وهو جالس يدخن والإضاءة بس دخان أبيض فوق كأنه سينما يعني للآن من أغمض أشوفه تماما. فقال لي إنه لازم تشكر السيد الرئيس اللي راح يخلي لك راسك يومية تشكره وتحمده 5 مرات. أنا طبعا كنت عصبي جدا في هاي الفترة، فقلت له اللي مخلي لك راسك وراس سيدك الرئيس هو الله مو أحمد السيد الرئيس. فقال لهم شوفوه شون لسانه طويل بعده ما تأدب. فكان في منهم معلم من علمني بالابتدائية اسمه أستاذ معين، كان واقفين وجهاء الكوت حتى يتوسطوا لهذا الشخص وغيره أنه يساعدونا في إطلاق السراح. يعني صارت بيومها كان هذا أمر إطلاق سراح. أنت قلت لي أنه بعد كده أجبرت نفسك أو لقيت أن الاختيار الصح هو أن تسامح الجميع، بس التجربة دي تكسر يعني أكيد هي يا تكسر يا تقوي، وهذا اللي أنا أعلم طلبتي دائما في بيوت العود. هذا أهم درس لازم يتعلموه، أنه لازم الحياة ما كلها ورود، الحياة مو سهلة، ما ممكن كل شيء يجيك سهل. لازم لما يجيك مطب كبير جدا تفكر كيف تقوم، ما تفكر كيف تعالج الجرح، امشي وبعدين عالج. فدائما الضربة هذه في كثير ناس قتلتهم، قضت عليهم أشياء من هذا القبيل وأقل بشوية وبكثير قضت عليهم تماما. وأنا كنت دائما أريد أستغلها لأنه تقويني، ما أحب الضعف، ما أحب البقاء في الشفقة، ما أحب هذا الإحساس. كنت دائما أريد أخلص من هذا وأنفض عني وعن غيري، ولذلك طول عمري عايش ببكرة، ما عايش بالبارحة ولا اليوم. أنا هو دلوقتي تلفزيونياً لازم نسمع مقطوعة عظيمة يعني تهدئ الروع كده، بس أنا سمعت حاجة ولازم أتأكد منها من خلالك. يعني أنت فعلاً يوم ما خرجت من السجن أختك اتقتلت؟ يعني أنا ما حبيت أكمل، حبيت أوقف هنا لأنه ما أريد أن نكدر الناس. لا نكدر إيه، ده أنا يعني الحقيقة مش عارفة. أنت هي الاغتيالات بالعراق على النظام البريطاني، اغتيالات بالسيارات، يعني السيارة ما عليها أي دليل، سيارة حادث ومات. هذا كان معروف بالعراق، يعني ابن البكر اللي هو كان رئيس العراق ابنه الكبير قتلوه نفسهم جماعة البعثيين، قتلوه بطريقة السيارات. دائما اغتيال بالسيارات مثل ديانة الأميرة ديانة، الاغتيال بالسيارة خلص حادث سير. فبيوم بإطلاق سراحي هي قتلوها بنفس اللحظة كنوع من التأديب. يعني بالنسبة يعني لهم انت اولا انا يعني التراجيديه والماساويه حاجه صعبه جدا، حاجه يعني ذلك ما اريد اخوض فيها كثير. يعني معلش، هي انت 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 اكيد محتاج او احتجت في الفتره دي لعلاجات نفسيه رهيبه عشان تتجاوزها. كان هذا العلاج بس العود بس. بس طلعت صلب جدا، طلعت قوي، طلعت مستعد أعيش كل الظروف، مستعد أعيش على الأرض، مستعد أعيش بالمخيمات، مستعد أعيش أي حياة، ما عندي مشكلة. صرت غير كائن، هذا الكائن الشاب اللي بعد ما أخذ التجارب. وغير هذا كان عندي عفو من الجيش لغو، وبنفس اليوم دخلت الجيش. أي خدمت سنتين في الحرب 91. يعني انت طلعت من السجن او من الحكم بالاعدام على طول للمعسكر. اختك اختي يعني ما حضرت دفنتها، يعني هي اخذوها للمقبره وانا اخذوني للمعسكر بالموصل، من الكوت للموصل مسافه مئات الكيلومترات، حوالي 500 كيلومتر. كنت بتعيط قد ايه؟ كنت بتعيط بتبكي قد ايه؟ من الكوت للموصل انا كنت اعيط، الشرطي كان جالس جنبي ما كان حاسس بي، انا كنت طول الطريق اعيط. بتعيط على ايه؟ على بنت شابة هي 9 شهور حملها، كانت جاية فرحانة بأخوها، طلع على أساس تولد عند أمها، أن تتحول كلها إلى مأساة والعائلة كلها تصير بهالظروف، وإحنا عائلة كثير متماسكة، كثير أخوة وخوات نحب بعض، فكان شيء صعب. أنت ألفت مقطوعة موسيقية خصيصاً رحيل القمر. رحيل القمر كانت رحيل القمر. نعم. أنا كمان زي ما أنت بتقول كده أن أنت تلاقي علاجك ودواك في العود، دي حاجة يعني حاجة محترمة جدا. أنا حولت قبح اللي شفته كله حولته إلى جمال،
بنفس الطريقة اللي سامحت فيها الناس كلهم. طب ممكن سمعنا رحيل القمر ولا أكيد. على فكرة المقطوعة دي أنا سمعت إن هي كانت غريبة شوية في وقتها، دلوقتي هي من أكثر المقطوعات المطلوبة فعلا. الناس يمكن ما تعرفش سببها، بس أحتاج الستاند هذا، بس الستاند أجيبها طبعا بعدين. نساعدك أو خلي أعزفها من هنا شوي. بفضل خليني أقول مرة ثانية أو أنوه إنه المقطوعة دي لما أول ما اتعزفت وتألفت اتقال إنه إيه العزف الغريب ده، إيه المقطوعة الغريبة دي، وبالأربعين كانت في أربعينيتها، كانت في الأربعين. نعم. الأربعين بتاعها. أي. كان اسمها إيه أختك يا نصر؟ نضال. نضال ألفها لأخته، وبعد كده يعني اعتبروا إن نصير خارج من تجربة فبيعمل حاجة، يا إما إن هي ثورة في عالم الموسيقى أو إنه ارتجال متأثر بتجربته النفسية، يعني ما كانش ترحاب. بعد كده ومع تكرار سماع اللحن تم استعذابه وتم تقديره بشكل كبير جدا، إذا ما كانش مش بس من النقاد كمان من جمهور نصير شمع. يمكن الصدق اللي فيها هو اللي يخلي الناس تحبها. رحيل القمر لنضال. اللحن الأخاز ده والقصة المؤثرة دي هنقف، وهيكون ده نهاية الجزء الأول. بكرة إن شاء الله نكمل مع حضراتكم الجزء الثاني مع ألحان أخازة وأفكار كمان رائعة مع أسطورة العود نصير شمل.